لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الميليشيات الطائفية تعتقل 50 مواطنا جنوبية كركوك. في صحيفة المدى، رئيس البرلمان يعاقب نائبين اشتبكا مع نائب مقرب منه. في موقع كتابات، دون انتظار لنتائج الحوار مع أربيل، بغداد تتجه للسيطرة على المنافذ الحدودية لكردستان. في موقع الجزيرة نت، تركيا تطالب إيران وروسيا بتحمل المسؤولية بشأن إدلب. في صحيفة العربي الجديد، معادلات الصراع تتغير في إدلب، تصعيد النظام السوري يسقط التفاهمات. في صحيفة القدس العربي، تجدد الصدامات الليلية بين متظاهرين وقوات الأمن في مدن تونسية عدة. وفي صحيفة الحياة، البيت الأبيض يطالب طهران بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات. ينتهك منطق الدولة في العراق من خلال التعامل الفوضوي مع فكرة القانون الذي بقي مجرد اتفاق سياسي يعكس علاقات القوى في مجلس النواب، ويعكس طبيعة التفاهمات الضمنية بين الفاعلين السياسيين في تلك اللحظة، ليتكرر متواترا مشهد أزمة الدولة العراقية بعد نيسان أبريل عام 2003، فقد عكست الوقائع المتتالية التي رافقت التحضير لعمليات الانتخابات الماضية من دون أي استثناء، بداية من إشكالية القانون ووصولا إلى الإجراءات النهائية الخاصة بالانتخابات. إننا إزاء أزمة حقيقية في مشروع بناء الدولة العراقية، حيث كنا أمام مشهد مكرر في التعامل الفوضوي مع فكرة القانون، حين شهدنا سقوطا صريحا وعلنيا لمبدأ الفصل بين السلطات، بحسب ما يرى الكاتب يحيى الكبيسي في مقال له بصحيفة القدس العربي. وفي العراق، حيث ثمة انعدام ثقة في النظام السياسي وفي مؤسسات الدولة، يبدو واضحاً أن الديمقراطية الشكلية التي أنتجت بعد 2003 لم تفشل فقط في أن تتحول إلى ديمقراطية حقيقية، بل أنها فشلت في أن تحترم أبسط مظاهر الإجراءات الشكلية للديمقراطية. ففيما يتعلق بالانتخابات، بدا واضحاً منذ البداية أن ثمة قراراً أمريكياً يحظى بتواطؤ محلي ودولي بأن يتم تسويق صورة وردية لا وجود لها على الأرض. هكذا كانت التقارير المحلية والدولية تتواطأ على نشر أخبار وتقارير مزيفة عن نتائج الاستفتاء على الدستور، ثم انتخابات مجلس النواب في العام 2005، ثم تحولت مفوضية الانتخابات نفسها بداية من العام 2007 إلى مؤسسة مسيسة بالكامل، فقد تقاسمتها الأحزاب السياسية كما تقاسمت مكاتبها على مستوى المحافظات، وقد تم تكريس هذا الوضع بالكامل في العام 2012 ثم في العام 2017. على المستوى السياسي، كان واضحاً أن الأحزاب والكيانات السياسية، خاصة بعد صدور قانون الأحزاب في عام 2015، لم تستطع أن تتجاوز حقيقة أنها مجرد دكاكين سياسية. فقد تم تسجيل 204 كيانات حتى الآن، الغالبية العظمى منها لا يملك أي مقومات حقيقية، فكثير من هذه الأحزاب اضطر لتأجير عمال باليومية من أجل تحقيق اجتماعات الهيئة العامة. الأخطر من ذلك أن دائرة الأحزاب السياسية فشلت تماماً في الالتزام بقانونها فيما يتعلق بمنع تأسيس الأحزاب التي تتخذ شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية أو ارتباط تلك الأحزاب بأية قوة مسلحة.
تثير قضية النازحين المزيد من الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد في شهر مايو القادم، وفي مصداقيتها في حال أجريت قبل إيجاد حل جذري لمشكلة وجود ما يزيد عن 2 مليون عراقي خارج مناطقهم التي كانوا غادروها فرارا من الحرب ضد تنظيم داعش، ولا تتوفر إلى حد الآن أبسط ظروف عودتهم الآمنة إليها بحسب تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية. ويرى الكثيرون أن إجراء الانتخابات في ظل وجود ذلك العدد الكبير من السكان خارج مناطقهم يمثل باباً للتزوير، وبالتالي لإسقاط آمال التغيير وتكريس الوضع السابق وتثبيت المسؤولين عنه في مواقعهم القيادية بمؤسسات الدولة. ومن أسوأ السيناريوهات المطروحة أن يتم اللجوء إلى إعادة النازحين قسرياً دون توفير الظروف المعيشية والأمنية اللازمة لاستئناف حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي طالها دمار كبير بفعل الحرب الضروس التي دارت فيها. واتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان أحزاباً سياسية بالعمل على إعادة النازحين العراقيين قسراً إلى مناطق سكناهم لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بمنتصف مايو المقبل. وقال المرصد إن بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة العراقية، وتحديداً تلك التي تسيطر على محافظة الأنبار غربي البلاد، تعمل على إعادة النازحين من المخيمات قسراً بغية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. اختلاف المواقف بشأن موعد الاستحقاق ليس سوى صدى لاختلاف المصالح بين فرقاء الساحة السياسية، الذين يجد بعضهم مصلحة في التعجيل بإجراء الانتخابات، ويرى البعض الآخر مصلحته في تأجيلها. إذا كانت هناك قوة ناعمة تتسلل من خلالها القوى الكبرى إلى مستعمراتها ومناطق نفوذها واستثمارها، مثل المساعدات الاقتصادية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والقروض وما شابه، فإن هناك أيضاً فساداً ناعماً تمارسه قوى الشر في العراق وغير العراق. إنه فساد خطير لا يقل خطراً عن فساد الصفقات والوظائف الوهمية والمشاريع الفضائية وغيرها. إنه فساد مالي خطير ينخر الدولة بالأساس، ويحرم مئات بل آلاف العاطلين من العمل والمحتاجين والفقراء، خاصة في دول العالم الثالث. العراق نموذج واضح في هذا المجال، أقصد بالفساد الناعم عندما تسيطر عائلة أو عشيرة أو وزارة بأكملها أو على المساحة الأكبر من كادرها الوظيفي، بحسب ما جاء في مقال للكاتب غالب حسن الشابندر في صحيفة المدى العراقية. ليس فسادا إداريا كما يحلو لبعضهم أن يقول ويصف، بل هو فساد مالي بالدرجة الأولى، حيث تتحول أموال العراق، خزينة العراق، إلى قطاعيات وظيفية محتكرة لهذه العشيرة أو تلك، لهذه الأسرة أو تلك. فما هو السبب إذن في عدم إدراجها تحت بند الفساد المالي في العراق؟ لا يختلف اثنان من أبناء الشعب العراقي اليوم أن هناك عوائل باسمها ومسمياتها تسيطر على القطاع المصرفي والبنكي في البلاد، وأن هناك عشائر احتكرت صراحة قطاعات وظيفية مهمة وحساسة من الدولة والحكومة، مما سبب اختلالاً في الحق الوظيفي لأبناء الشعب العراقي، بل تسبب في انقسام عمودي في بنية المجتمع العراقي، عشيرة في الحكومة وأسرة في الحكومة، وهناك في المقابل عاطلون عن العمل، عاجزون عن توفير لقمة العيش. ويضيف الكاتب: الفساد الناعم له صور ونماذج كثيرة، وإلا ماذا تسمي هذا الاستيلاء لهذا الحزب أو ذاك على عقارات الدولة أو استئجارها بثمن بخس بحجة أو بأخرى؟ وماذا تسمي أو نسمي سفرات هذا الوزير أو ذاك بطاقمه الحزبي كل شهر إلى دولة خارجية بحجج واهية، حيث يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة يمكن أن تستثمر لصالح الاقتصاد العراقي ومعايش الناس بشكل أو بآخر؟
بينما تشتعل إيران غضبا على نظام ولاية الفقيه الذي أسسه الخميني والذي تسبب بجعل الشعب الإيراني محاصرا في داخل دائرة من المشاكل والأوضاع الوخيمة المتفاقمة والمتزايدة يوما بعد يوم، بحيث لا حدود لنهايتها. وفي الوقت الذي يهتف فيه الشعب الإيراني بالموت لخامنئي خليفة الخميني ويطالبون برحيله، فإن أحزاباً من التحالف الشيعي وبأمر من النظام الإيراني منهمكة ببناء مزار ديني في موضع يعتقد أن الخميني توضأ فيه في سبعينات القرن الماضي. الكاتب محمد حسين المياحي ينتقد ما تقوم به بعض الأحزاب والميليشيات في محافظة البصرة. المثير للسخرية والتهكم وإلى أبعد حد أنه قد ناشد أهالي قضاء صفوان الحدودي في محافظة البصرة الجهات المعنية لعدم تنفيذ القرار الذي اقترحوه حول بناء ضريح للخميني في ظل نقص الخدمات الأساسية في قضائهم. وهذا يعني وبكل وضوح رفض أهالي المنطقة المعنية لهكذا مشروع مشبوه ليس فيه أي خير أو فائدة سوى تمجيد رجل دين هو في الحقيقة أساس ورأس الفتنة الإيرانية في المنطقة والعالم كله. السعي لإحياء هكذا مشاريع مشبوهة من ألفها إلى يائها وفرضها على العراق يأتي تأكيداً إلى الهيمنة الإيرانية التي لم تجلب سوى المآسي والمصائب والفتن والمشاكل للعراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وإن العالم في الوقت الذي يسعى من أجل التضامن مع الشعب الإيراني في انتفاضته الرافضة للنظام، فإن هناك في العراق من يريد أن يمجد ليس النظام وإنما رأس الفتنة فيه، وهو ما يعتبر عداء صريحا للشعب الإيراني المتطلع للحرية والخلاص من هذا النظام القمعي. ويضيف الكاتب المطلوب بإلحاح والحيلولة دون تنفيذ هكذا مشروع، لأنه ومهما طال الزمن فإن مصيره التهديم، ذلك أنه يرمز إلى الظلم والطغيان والفتنة والدمار، وليس من ورائه أي خير أو صلاح أو فلاح. شعوب ومجتمعات عديدة في المنطقة العربية تلقت أنباء الحراك الشعبي في إيران بكثير من الترقب والقلق والأمل في الحد الأقصى أن يفضي الحراك إلى تغيير النظام ولو بعملية طويلة زمنياً، تغيير مطلوب إنسانياً وأخلاقياً بمقدار ما هو مطلوب سياسياً، وفي الحد الأدنى أن يشغل الحراك النظام في الداخل ويؤدي إلى تغيير في طبيعته وعقليته وسلوكه، فيدرك خطورة اشتعال النار في بيته ويقلص تدريجيا من شروره في الخارج. لكن الحقيقة التي تجددت هي أن النظام كان نجح أولا في صنع أدواته الميليشياوية، ونجح تاليا في استخدامها لقمع شعوب إيران بالقوة ولإخماد أي صوت معارض. حسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان وما قالته في صحيفة الحياة، ثمة حسابات مماثلة لكن أكثر تعقيداً في العراق، حيث انتهى الجانب الأهم في الحرب على داعش لتتواصل مطاردة فلوله ولتعود التحديات الهائلة إلى واجهة الاستحقاقات. تثبيت مكانة الدولة، إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، توطيد الأمن، تفعيل الاقتصاد والخدمات، وكل ذلك يتطلب موازنات غير متوافرة ويحتاج إذن إلى مساعدات وقروض قد تتوافر، لكنها تحتاج أيضا إلى عنصرين أساسيين: استقرار سياسي وإدارة شفافة وحازمة تمنع الفساد من التهام الموارد. لا يقتصر الفساد على فئة واحدة مستفيدة. أما العقبة الرئيسية أمام الاستقرار فهي إيران وميليشياتها، وإن لم يعترف أحد بذلك علناً، لذلك يراقب العراقيون الانتفاضة الإيرانية بمشاعر ملتبسة ومن دون أوهام، فثمة فرص للعراق إذا انشغلت طهران بحالها وخفت وطأتها عليه.
لكن العبادي الراغب في أن يكون رجل دولة يعرف أن حزبه الدعوة ملتزم رغبة إيران في تأجيل قيام دولة مقبولة من الجميع في العراق. حتى لو نجح النظام الإيراني في احتواء هذه الانتفاضة وإخمادها، فإنها منذ صرختها الأولى قادته إلى الانكشاف وجهرت بكل شيء. فهذا نظام قد يكون حقق نجاحات في الخارج لكنه يجوع شعبه، وقد تكون جرائم ميليشياته بنت له نفوذا لكن قلب إيران وروحها يتهرآن ويتآكلان، وقد يكون زين لنفسه أنه أقام إمبراطورية لكنه حين يصحو من نشوته سيجد أنها مجرد إمبراطورية خيالية تعول في استمرارها على الحوثيين وأمثالهم. أثار الكتاب الذي صدر للتو عن دونالد ترامب ورئاسته المختلة بعنوان نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض قلق كثيرين في واشنطن، ورغم تهديد البيت الأبيض المشبوه دستوريا لمحاولة منع نشر هذا الكتاب، فقد قدم موعد نشره بأربعة أيام، ولكن أغلبية المعلومات التي يحتويها هذا الكتاب ليست مفاجئة رغم القلق الكبير الذي سببته، كما ترى الكاتبة إليزابيث درو في مقال لها بموقع الجزيرة نت. يحب ترامب لوم الآخرين على فشله وأخطائه، فهو لا يعتبر نفسه المسؤول عن هذا الفشل، وقد تحمل بانون تبعات ذلك، وهو الذي تفاخر بسلطته في البيت الأبيض بشكل مبالغ فيه وتشبث بمنصبه أكثر من اللائق، وفعلا طرد من الإدارة في أغسطس آب الماضي. ورغم أنه وترامب بقيا على اتصال بعد ذلك، فإن خلافهما كان أمراً لا غبار عليه. كان ترامب وبانون عبارة عن رجلين سمينين يحاولان تقاسم كيس نوم واحد، ولم يكن عالمهما السياسي كبيراً بما فيه الكفاية، وقد اختلفا بشدة حول من يؤيدان في سباق ملء منصب السيناتور ولاية ألاباما، ولكن ترامب أيد في نهاية المطاف بإلحاح من بانون قاضي المحكمة العليا السابق روي مور، الذي كان قد أزيل من مقعده مرتين لكنه خسر السباق في النهاية. كان بانون يسعى إلى هزيمة المؤسسة الجمهورية عبر دعم مرشحين خارجيين مشابهين في انتخابات منتصف المدة لهذا العام، والتي كانت لو نجحت ستجعل صعبا على ترامب الحصول على انتصارات في الكونغرس. ورغم إنكاره، فإن ترامب كان هو من وافق بشكل أو بآخر على السماح لولف بإجراء مقابلة مع الموظفين في البيت الأبيض بشأن الكتاب. وتضيف الكاتبة: لم يتضح بعد كيف حصل مايكل وولف مؤلف الكتاب المثير للجدل على بعض معلوماته، ولكن من المؤكد أنه سجل العديد من مقابلاته، وخاصة تلك المستخدمة في المحادثات الطويلة التي تضمنها الكتاب. كان هدف وولف يتمثل في الحصول على شهادات منسوبة إلى كبار المسؤولين حول كيفية اشتغال الرئيس. طور عدد من الباحثين في جامعة الشرق الأوسط التقنية بالعاصمة التركية أنقرة ألعاباً إلكترونية تساعد المرضى على التخلص من مشاكل ضعف البصر، ولا تحتاج اللعبة المبتكرة التي تحمل اسم جوزجو المراقب إلى استخدام اليدين، إنما يتم إدارتها عن طريق حركة العينين فقط. وفي حديث مع الأناضول، قال عضو الكادر التدريسي في قسم أنظمة الحاسوب بجامعة الشرق الأوسط التقنية إن المشروع يهدف إلى تحسين البصر عند الذين يعانون من إعاقات نسبية في الرؤية، موضحاً أن الألعاب المبتكرة توفر للعينين
التمارين المطلوبة من خلال تتبع ما يجري داخل اللعبة والتحكم بعناصرها عن طريق حركة العينين. وتابع قائلا: معروف أن تمارين العين تتم باستخدام الخرز أو الخيوط أو الأشياء الملونة وتحت إشراف مختص، وهذه الأساليب التقليدية لا تعطي نتائج إيجابية في غالب الأحيان، خاصة عند صغار السن الذين يعانون من ضعف البصر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.